كونسولتو كشف مستعجل وما فيش عندنا شيء متأجل. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلتولي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات ورد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. استاذ حسام الشهير باسامه. ازيك يا فندم؟ دائما منور يا رب كده على طول بالمعلومات بتاعتك الجميله والمفيده. كل في نقطتين بس يا استاذ حسام ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا طبعا لما بنبدا في الاول يعذروني بس الساده المشاهدين ان انا ما بعرفش اعالج عن طريق التليفون ولا عن طريق الواتساب. ففي دي النافذه الوحيده تقريبا دلوقتي اللي ممكن نرد على اسئله الساده المرضى واللي عايزين. هندي ان شاء الله علاج كامل متكامل بنسبه كبيره جدا، الا في بعض الحالات يعني يصروا ان هم يتواصلوا معنا من خلال الحلقه. تمام. سواء دلوقتي او بعد كده ان شاء الله في الحلقات القادمه لو كان في نصيب ان شاء الله، فبالتالي احنا هنجاوب، لكن ما يلجاوش حتى ولا يكشفوا ولا يعملوا، احنا مش جايين عشان نكشف لان احنا كشفنا غالي وموعدنا صعبه، ونهار ما هنحتاج نبص على العيان خارج نطاق الحلقه هيكون في تكلفه عاليه جدا على المريض. اكيد. فلان هيبقى معنى ذاك انا ما عرفتش اعالجه عن طريق الحلقه يبقى هنعالجه بطرق اخرى. اكيد يا دكتور محمد طبعا. يعني هدف البرنامج غير الربح تماما على الهواء يعني. وزي ما حضرتك عارف ان الدقيقه بتاعتنا هي دقيقه الشركات المحمول او شركات التليفون الارضي، ما فيهاش اي زيادات يعني، ولو قعد يتكلم معنا ساعه على الاخر هتلاقي التكلفه مثلا جنيه ولا حاجه. صح. اخر حاجه بقى في نقطتين اقول لسيادتك تبقى يا ريت نحاول نبقى نغطيهم اثناء الحلقه. اتفضل. اللي هو السكر وامراض اخرى. وامتى ده اللي احنا كنا بنحاول نتكلم فيه بس من المداخلات الكثيره والاسئله. ما هو برضه عاده ما بنلحقش نخلص. النقطه الثانيه حضرتك اللي هو امتى نحافظ على معدلات سكر او نقبل معدلات سكر اعلى شويه من الطبيعي. تمام. يعني احيانا المريض مش لازم نخلي الصايم بتاعه مثلا 90 او 100 او 105، ومش لازم نخلي اللي بعد الاكل مثلا 140 135. لا 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 لا، ممكن نسمح له ان يبقى سكره اعلى من كده، الصايم 110 120 130 واللي بعد الحاجة الاكل مثلا 160 165 150. تمام. دي يعني حاجات بتبقى لازم نخلي بالنا منها. احنا يعني دلوقتي احنا حضرتك ما بنعالج مريض السكر. مريض السكر ده يا اما هو جاله سكر لحاله. تمام. يا اما كان عنده ضغط قبل كده وجاء عليه سكر. او ان هو يعني عايز اقول يا اما سكر وامراض تزامنت بالصدفة مع مرض السكر، او ان مرض السكر اللي ولد امراض جديدة. تمام. وعادة مريض السكر اما بيجي يتشخص ان عنده سكر، ولا سيما انا بتكلم عن النوع التاني، النوع التاني اللي هو يا استاذ حسام اللي هو النوع الشائع. الشائع اللي هو يمثل فوق 95% او يمكن 98% من مرضى السكر. وده اللي بيجي وراثة، ويعني لو الاب والام او الجد والجده ولا كده وعندهم يبقى في قابليه للابناء ان يطلع يبقى عندهم سكر في مرحله من مراحل الحياه. تمام. وان عاده ده بيتاخر شويه في السن، لكن ممكن يجي لسن صغير، يمكن ممكن يجي لحد عند لطفل عنده 5 سنين. بينما الشائع والمألوف انه بيجي بعد سن 25 او 30 سنه. ده اللي بنسميه النوع الثاني. وكلمه نوع ثاني لو احنا نبص عليه كأسباب يعني أكثر سهولة من النوع الأول، والأسباب اللي بتؤدي للنوع التاني ممكن تداركها. تمام. يعني لو احنا عرفناها ممكن تداركها ما نخليش ان المريض يصاب بالسكر. بينما النوع الأول إلى هذه اللحظة مفيش هناك مقومات أو هناك أسباب أو هناك يعني طرق احترازية يعني وقائية. وقائية. وقائية تمنع حدوث النوع الأول. يعني ممكن نقول النوع الأول ده قضاء وقدر. طبعا كل شيء قضاء وقدر. ممكن أكيد طبعا. بس قضاء وقدر غير قابل للتدخلات البشرية بحد كبير. بينما النوع الثاني
هناك بوادر ممكن نحافظ عليها. طيب النوع التاني بقى اللي هو الشائع اللي انا وانت خايفين منه وكل الناس خايفين منه، ازاي ان احنا نحاول نتجنبه او نؤجل حدوثه. قلنا في شقين مهمين جدا يا استاذ حسام للمريض اللي هو ممكن يجيله النوع التاني. واحد العامل الوراثي، يعني بالوراث. امه، خالته، عمته، عمه، والده، وخبر حضرتك، او أكيد. العكس بالنسبه للام والاب، والا لو كانوا الاثنين اللي عندهم يبقى اصعب. هل كل واحد عنده قرايبه عندهم سكر هيجيله سكر؟ لازم هناك ما نسميه تريجرنج فاكتور، يعني العامل المحفز او اللي هو يعني بيقولوا القشه التي تقسم ظهر البعير اللي تسبب، يعني مثلا في 10 عندهم تاريخ عائلي وراثي للسكر من النوع الثاني. على فكره النوع الاول لا يورث بفضل الله تعالى، يا الاول مفيش، لا ولذا ده فضل من ربنا الحمد لله. ده بيجي للاطفال الصغيرين اللي هم مثلا سنهم سنتين او ثلاثه الى حد 20 سنه مثلا، وساعات احيانا 25 سنه. لو ولد جاله هو كان وراثي يبقى كل اخواته هيجيله، يعني تلاقي العيله مثلا كل ما يخلفوا عيل يجيله سكر. موجود الكلام ده، موجود ولكنه غير شائع. نرجع لموضوعنا. طيب الناس العشرة اللي عندهم عهاليهم عندهم سكر بتاريخ عائلي عنده سكر، العشرة دول كم واحد منهم هيجيله سكر مستقبلا؟ ممكن يبقوا 5، نصهم. طب الخمسة التانيين ما يجيلهمش ليه؟ لان ما عندهمش العوامل اللي هي هتقسم ظهر البعير. القشة التي تقسم ظهر البعير دي الحمد لله ان هم خدوا بالهم منهم. طب ايه بقى القصة التي تقسم ظهر البعير؟ واحد الوزن، تمام، وزن المريض. اتنين الضغط العصبي والنفسي. دي اهم حاجه الضغط العصبي. وعلى فكره مش ضغط عصبي ونفسي اللي هو جوزها الصبح مثلا يقول لها اعملي الفطار وما تعملوش يقوم يتخانق، لا صح. هي بتبقى حاجات بقى يعني عارف انت بتاعت الحياه عامه. لا ده بفضل الله كان يجوا لهم كلهم، لان ما فيش حد مش عنده. هو بيبقى انت خدت ازاي المسؤوليه دي على قلبك. يعني واحد بيتحملها واحد ما بيتحملهاش. واحد بيكبر دماغه في عند المحن. هي دايما السكر يظهر بعد المحن الصعبه، مش بيظهر مع المعاملات اليوميه الصعبه، الصدمات. لا قدر الله، ربنا يعافينا جميعا، امين يا رب. ولكن الصدمات دي فيها درجه من درجات الوقايه الداخليه اللي انت جسمك بيدافع عن نفسك، اولها بالايمان. أكيد. انك انت تؤمن ان هذا هو قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. فهذا الايمان لما ترتد يعني ترجع اليه، خبر حضرتك، بيهون منك نفسيا، بيهدي النفسيه جامد. وهقول ليه بقى النفسيه. احنا معنا الاستاذه اسماء. طب خش تخش الاستاذه اسماء ونكمل. استاذه اسماء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اكلم الدكتور محمد. سلام، اتفضلي يا استاذه اسماء، اتفضلي. يا دكتور انا كنت اتصلت على حضرتك وعملت لي بيت للدوخه والصداع اللي بتيجي بالسلامه. طيب ممكن بس توضحي الصوت شويه او تغيري الاتجاه بتاعك في المكان اللي انت بتتكلمي. ماشي. وضحي كنت الدكتور كتب لك ايه، تاخدي ايه؟ ماشي. 8 مللي ولا 16؟ تمام. 8 مللي ولا 16 مللي؟ 16. اوكي. انا خدت الموضوع، يعني طلب الموضوع شهر ونص كده والدوخه رجعت تاني. انت وقفتيه؟ وقفته. لا ده ممكن تاخديه مدى الحياه يا ستي. الف سلام عليك. اخده مدى الحياه. مدى الحياه. ان شاء الله. سؤال كمان والله. طيب نعم اتفضلي. عايزه سؤال، عايزه حاجه للتيفود. التيفود نسبته 400. التيفود ده كلام فارغ وتحليل كلام فارغ، اقفله وانا هقول لك. ماشي يا استاذ اسماء، شكرا. ارد عليها قبل الاتصال التاني. طيب بس في معنا الاستاذ سيف، لو ينتظر بس. انتظر معنا شويه. التيفود التحليل اللي بتعمل في مصر هذا تحليل غير حقيقي ولا يؤخذ به في، يعني عايز اقول علميا 100%. تمام. لان احنا بنعتمد على الاجسام المضاده اللي هي حصلت من ان الانسان دخل له البكتيريا دي يوم من الايام،
وطبعا ساعات يقول لك رايزنج تيتر وكده، اللي هي مثلا هل هو او ولا اتش ومش عارف ايه والكلام ده. لكن انا لقيت ان الجماعه الامريكان والاوروبيين ما بياخدوش بالتحليل ده اسامه خالص، اللي هو تحليل الجسام المضاده للتيفود. يعني ما فيش حاجه اسمها تحليل لا هم بص هو بيعزل الميكروب. الميكروب بيفضل فتره حضرتك موجود في البول والبراز، وفتره موجود في الدم من تاني اسبوع تقريبا. لو ما عزلش الميكروب من دول ما بياخدش بيه، بخبر حضرتك. لكن على موضوع الاجسام المضاده بتتكلم زي الفل، هو تقول لك مش عارف طيب لذلك انا قلت له انسى الكلام الفارغ ده. حضرتك عرفت من الصوت على طول. ايوه يعني ما شاء الله اكيد. نعم خد التاني يا فندم. استاذ سيف. طيب معانا استاذ سيف والاستاذ سيد. الاستاذ سيف السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ سيف الدكتور معاك. ايوه يا بيه. اتفضل سؤالك. الدكتور مع الو مع سيادتك يا فندم. هل التليفون بايظ من عندنا ولا من يا استاذ سيف؟ استاذ سيف هو استاذ سيف هيعمل ايه؟ ايوه طيب انا سمعت ان اول حاجه بتاخد علاج ضغط. باخد علاج ضغط. ايوه لو تقدر بقى تستقر بالتليفون على كده عشان نتكلم بالراحه او نتكلم سنه سنه. اه ايوه يا بيه اتفضل يا فندم. الشبكه. يا بيه انا رحت خدت علاج ضغط اللي هي سنه باخد فيه. الو تمام سامعينك. الو سامعينك يا استاذ سيف اتفضل كمل. كمل. وبعد كده يا بيه رحت اعاد للدكتور يوم السبت اللي فات ده، قال لي سكر مرتفع 150 وداني جينو كوفاج، قال لي امشي عليه. فعايز رأي سيادتك. وزنك كم كيلو؟ وزني 85. طيب ودك حبايه ولا اثنين ولا ثلاثه في اليوم؟ اديني جلوكوتاج، قال لي في الغدا تاخذ واحده، سكرك 150 عشوائي. لا طيب اقفل وهرد عليك. حاضر شكرا يا استاذ سيف. ناخد الاستاذ سيد. استاذ سيد السلام عليكم. طيب فصل الاستاذ طيب سيد. نجاوب على الاستاذ. ناخد شوف الاخ سيف اتفضل. سكره 150 عشوائي. احنا هو الجلوكوفاج ده انا ممكن نديه لاي حد. جلوكوفاج سيلوفاج ممكن البلد كلها تاخده. هناك في بعض ناس ما ياخدوهوش، يعني في ناس لو خدوه ممكن ياثر على وزنهم مثلا وهم يكون عندهم نحافه. تمام فما لهوش حاجه. هيخس اكتر واخد بالك، احتماليه الخسسان اكتر او يفقد الوزن اكتر بدرجه ممكن تكون غير مناسبه للبنيه الجسمانيه بتاعتهم. اوكي تمام. طيب في هناك امراض هي قليله ولكنها لو اتخذ معاها الجلوكوفاج ولا السيدوفاج او هذه الميتفورمين يعني المجموعه دي هيكون لها اعراض خطيره جدا واثار جانبيه قد تكون مضاعفات تلزم دخول الرعايه المركزه. تمام. نسبتهم قد ايه دول؟ ممكن يكون واحد في الالف. فبالتالي انه خد جلوكوفاج انا شايف انه مش مشكله. بس هو ليه دلوقتي صنف مش عايزين نديله ختم انه عنده سكر؟ عشوائي. يعني انا ليه دلوقتي حضرتك انا خلاص انا دلوقتي حضرتك هنجيب الجلوكوفاج ونديله كل الناس ومنهم الاستاذ حسيف او الاخ سيف. واخد بالك هنديهوله. تمام. بس انا دلوقتي حطيته تحت مسمى علاج للسكر. تمام. انا عشان اقول حكاية انه علاج السكر ده او ضغط او كلى او الكلام ده لا، لازم اعيش مع نفسي شوية. صح. لان هذه امراض مزمنة كلمة قلما ان هي نشيل هذا التاجنج او نشيل هذا المسمى عن المريض. صح. فما حطوش كده بالراحه كده وما استهترش بيه. طب امتى اقول المريض عنده سكر؟ اما احلل له تحليل سكر صايم بعد 8 ساعات صيام من بالليل مثلا 12 بالليل يشرب ميه مفيش مشاكل. تمام. ويصبح الصبح يعمل تحليل بالجهاز البسيط جدا اللي عنده زي ما لقيته فوق 126 واخد بالك استنى اروح عامل بعد الاكل بساعتين اشرب 70 جرام جلوكوز او 75 او سكر يا عم من بتاع البيت. تمام. وادوبهم اوزنهم اجيب الكيلو السكر واقسمه حضرتك على 10 حبات. ممتاز. وادوبه في كوبايتين ميه واشربهم وبعد ساعتين اقيس تاني السكر. نقيس لقيته حضرتك فوق ال 140 نكلم الدكاتره. صح. يعني بعد الاكل بساعتين فوق 140، بعد الفطار بعد 100 الصايم 110.
طب هل ممكن عينه واحده اشخص بيها ان عنده سكر؟ لا لا. طب هل ممكن عينتين صايم اشخص بيهم؟ نعم، لو في عينتين صايم طلعوا عاليين يبقى كده يبقى صح. طب هل عينتين بعد الاكل بساعتين اشخص بيه؟ نعم صح. يعني اذا انا محتاج عينتين من السكر صايم وبعد الاكل بساعتين، او اتنين صايم او اتنين بعد الاكل بساعتين. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب هل السكر الطويل المفعول اللي هو يسمونه السكر التراكمي، قياس السكر التراكمي في الدم اشخص بيه عندك سكر؟ نعم لو طلعت عاليه. طب لو طلع طبيعي يبقى ما عندوش، ربما يبقى عنده سكر. بس العشوائي ما تقتنعش بيها يا دكتور، عشوائي ده غير منصوص عليه. تمام. الا بقى يعني وعقده برضه بتحفظ، لقيت العشوائي 400 يبقى كده في علامه استفهام. لكن ايه 150 دي ولا شيء؟ لا هو كويس ان ده له جلوكوفاج عن علم او غير علم، واخد بالك، عن علم او غير علم شغال، لكن ايه يعني شغال شغال. طيب يا دكتور، معانا الاستاذ اسماعيل والاستاذ عمر الليسي او عمرو الليسي. ناخد الاستاذ اسماعيل الاول. السلام عليكم. اهلا. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي الحاجه رجليها بتورى من بز رجلها وبتبقى مدهرمه كده، خليك انا حضرتك افضل تخليني ايه؟ تكلم حضرتك. هو على فكره الاستاذ اسماعيل بيتكلم عن المدام بتاعته. لا خلاص كلمني انت. طب لو انت عندك المعلومات الكافيه كلم الدكتور. ولا قول لي يا سيدي. طب هي مع سعادتك هي. طيب اتفضل. اتفضلي يا مدام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي رجلي اليمين، انا مريضه ضغط، يعني انا عندي ضغط، بس عندي رجلي اليمين القدم من تحت يعني دايما يورم، مجرد ما اقف الاقي وادي مكاني بتحوش فيه ميه، رجلي اليمين بس، ولما بتورم كده بحس بولع فيها والم مش قادره استحمله، وانام بالليل اقوم الصبح يبقى احسن، مجرد ما اقف على رجلي وافضل رايحه جايه في البيت كده كالعاده الاقي ورم بالطريقه دي، وكاني القدم مجزوع مش قادره ادوس عليه. طيب ده حضرتك يعني ورم بيروح وبيجي صح؟ بيروح وبيجي. الرجل مش الرجل مش حمراء ولا حاجه؟ لا لا. طيب كاني ميه. خلاص خلاص. رجل واحده ولا الرجلين؟ رجل واحده اليمين. طيب حضرتك فين وهرد عليك؟ ماشي شكرا. شكرا يا مدام. ناخد مكالمه اللي بعديها. الاستاذ عمر الليسي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عمر الليسي الفيوم. الحمد لله. اتفضل. انا مريض سكر من 6 شهور. تمام. عملت بالصدفه في التحليل طلع 280 عشوائي، رحت للدكتور كشفت عنده قال لي اعمل لي تراكمي، طلع 9.9. اوكي تمام. طلع 9.9، كتب لي على علاج جينير اللي هو 1000 على 50. كمل يا فندم. اتفضل. رحت بعد عملت بتعمل شهري، وصل ل 70 190 110 على وانا باخد العلاج. عملت تراكمي بعد 3 شهور، بعد ثلاث شهور تاني تراكمي، عملت له 6.6. هل استمر على النظام ده؟ الوزن اخباره ايه؟ قل ولا زي ما انت؟ الوزن 165 طول 80 كيلو وزن. وبعد ما خدت العلاج اللي بقاله 6 شهور الوزن قل ولا ثابت؟ لا الوزن ثابت 80 من سنه. في الشتاء 80 وفي الصيف 75. طيب واما جيت تحلل السكر قبل الوزن، يعني اما السكر طلع عالي كده خسيت قبلها؟ يعني قبل ما تشخص ان في سكر خسيت شويه؟ لا ما خسيتش، انا ثبت طيب. على 80 في الشتاء و75 صيف من سنتين. طيب هنجاوب على الاثنين الاول. طيب. ولو في حد شكرا استاذ سمير على الانتظار. طيب خليه. دلوقتي بالنسبه للحاله الاولى اللي هي عندها تورم في الرجل اليمين وبتزيد وهي اما تقف اما تنام تقل ومفيش احمرار وفي الم بيبقى بالليل موجود ومريض الضغط دي حضرتك احنا خايفين لا يكون الشرايين اوردت الساق فيها حاجه، فهتعمل حاجه اسمها الدوبلكس سكان على اورده وشرايين القدمين الساقين مش القدمين، تكتبها وتعملها، ده مهم، اهم حاجه لازم نستبعدها. طب هل هي لازم يبقى في يعني انسدادات او ضيق او ارتجاعات في كده؟ عاده بيبقى في الناحيتين، لكن لو جلطه ولا حاجه ممكن تكون موجوده بنسبه قليله.
هل الدوبلك هيبينها؟ اه. طب هل في حاجه تانية ممكن تخش بسيطه؟ احنا كبرنا الموضوع. نعم، يعني ادويه الضغط كلها ما عدا مدررات البول، ودي بقت قلما تستعمل، قل جدا استعمالها، بيحصل اختزان للاملاح والمياه. ده الاملاح هنا اللي هو ملح الطعام، صوديوم كلورايد، اختزان لملح الطعام والمياه داخل الجسم. اي ادويه ضغط لا بقى، دي ممكن اتكلم فيها 3 ساعات، ان هي بتحتفظ بالميه والملح جوه الجسم. طب ليه حتبان في رجل ورجل لا؟ لان ممكن يكون المريض بينام على الناحيه اليمين اكتر من الناحيه الشمال. فالرجل اللي تحت هي هتتملى ميه، احيانا بيبقى عندها قابليه. فمن هنا احنا عشان نبقى مرتاحين وما نفوتش حاله عليها او على المريض في حاله خطوره، ولا سيما تجلطات الساقين دي قاتله، لازم نعمل الدوبلكس ده ونكلفها. لان هنا بقول لو عدت مني هتبقى قاتله. لو هي مش قاتله والله ما كنا هنكلفها 15 جنيه واحنا ما لناش فايده في الاساس. بس انت يا دكتور ذكرت يعني ممكن واحد يكون صاحب جلطه مثلا في الرجل وماشي عادي ويبقى في وجع فيها. ممكن مزمنه بس بيمشي عادي بتاع، بس بيحس بوجع او ممكن يحس بوجع، ممكن يعني هي لا اعراض متباينه. في حاجه كمان يا استاذ حسام لازم تحطها في الاعتبار، انت لازم تاخد حذرك قوي من الحاجات اللي هي بنسميها، مش عايز اقولها لفظ يعني علمي هنا، المميتة. تمام. يعني لما كنت تلاقي حاجة مميتة واحدة حتى في الالف احتمالية تخلي بالك. أوكي. هنا ما تشتغلش بقى ايه بالورقة والقلم. انا لو عدت مني حالة يعني تجلطات في الساق او في الساق واحدة او في الاثنين او في واحدة بس، دي قد تكون قاتلة أكيد، لأن الجلطة لو اتحركت لو فلتت تطلع على طول بس بكمية معينة، فبتقفل شرايين الرئتين وبيحصل موت مفاجئ، مشكلة. فما هزرش، ذكرتها قبل كده. يعني احنا نعمل ايه في الحياة دي؟ نحتاط، اقول لك لفظ يعني ممكن، دعنا نكون اغبياء، يعني لا نفكر بالمنطق. شوية لازم اكون يعني انا في الحالة دي، زي ما يكون انت هتعدي على قطر سريع بالعربية بتاعتك، وعربية مية مية تمام بفضل الله تعالى، والقطر بينك وبينه 150 متر، هتقفز ولا هتمشي براحة تقول العربية انا متأكد منها؟ لا هقفز بالظبط، اكيد هقفز، ده انا بيني وبينه 150 متر عشان اهرب. لكن لما اكون بيني وبينه بقى 10 يعني كيلو، 1000 متر، 1150، همشي بالراحه والكلام ده، همشي استعمل القواعد المعمول بها. اكيد خد بالك حضرتك. او ممكن بس نقوله بطريقه ثانيه، ما اقفصش بيها، ما اعديش من اساسه، مع ان انا متاكد ان عربيتي 100%. يعني ممكن اكسر القواعد لو الموت مقرب. لو الخطوره قائمه واخد بال حضرتك، فانا اعمل لها حساب لو واحد في الالف او واحد في المئة الف، واخد بال سيادتك. تمام. احنا كنا بنقول ايه قبل ما في حد اتصل تاني؟ هو في عمل الليس اللي هو السكر 6 شهور 200 وبياخد الدواء. بص يا فندم، هو عنده حاله مطمئنه. تمام. ان عدم فقد الوزن عند حدوث السكر من النوع الثاني دي علامه طيبه، حتى ثبت على 80 حتى النوع الاول، عدم فقد الوزن دي واحد. اتنين، اما خد العلاج جاب استجابه سريعه 6 شهور. تمام. سؤال بقى، انا يعني لو كنت حقل ادب اقول حاجه تانية. لا خد راحتك، ما يتحطش او اكمل على الدواء؟ ده انت تحمد ربنا انك وصلت للمستوى ده وكمل على الدواء، ويا ريت نفضل على كده. لان اللي بيحصل يا اسامه، اول حد ما بيجي له سكر لاول مره في حياته، اي علاج هيظبطه، اي علاج هيظبطه، بس ابقى قابلني بعد سنتين، ابقى قابلني الدنيا هتتشقلب. ولذلك هو عليه، مش ده كده بس، يمشي كل يوم نص ساعة او ساعة، ينزل وزنه 2-3 كيلو، واخد بال حضرتك، يكمل على العلاج، يداوم على كله، لان المرحلة اللي هو فيها دلوقتي اللي هو سكره نزل من 400 ولا 280 حاجة زي كده، وبقى شبه طبيعي، وان حتى الاي 1 سي او التراكمي من 9 وحاجه الى بقى 6.6. تمام. واخد بال حضرتك، دي علامات بتحصل مع كل الناس اللي لسه لاول مره يتلقوا علاج للسكر. ده شهر الهانيمون.
بالظبط. هاني مون يعني ايه بقى؟ شهر العسل. شهر العسل. وكما ان شهر العسل كاذبا وخبر حضرتك بين الناس الزوج والزوجه لا يعكس حقيقه كل منهما ربنا يستر يعكس حقيقه كل منهما فان السكر هذا الشهر الاولي او ست شهور هنا بيبقى سنه تقريبا لا يعكس الحقيقه. فاحنا نخلي بالنا ونحافظ على الوزن ونعمل اللي انا قلته عليه. طيب معانا الاستاذ سمير والحاجه سميحه. ناخد الاستاذ سمير الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضل يا استاذ سمير اتفضل. والله يا دكتور انا عندي الصبع اليمين في كف ايد اليمين بدايه المفصل ده بيتعبني على طول. الصبع الوسطاني المتوسط الوسط في النص في الوسط عندك بدايته في بدايته بالظبط من المكان العقله اللي في بدايته بالظبط يعني هنا كده ماشي. لا هي في العقله ولا في المفصل؟ لا في المفصل نفسه. ايوه المفصل يعني مع قاعده الاصبع. بالظبط يا دكتور. ماشي. سنه كم سنه يا فندم؟ لا انا حضرتك 48 سنه. والعرض ده بقى له قد ايه؟ بقى له 3 سنين معايا او 3 سنين ونص كده يعني. طب المنطقه دي بتورم مثلا؟ لا ما بتورمش بس الوجع فيها على طول. في اماكن تانية فيها مفاصل الم او عظم او كده؟ لا مفيش الا ركبتي بقى اللي بتطرقع بس وخلاص. بتشتغل ايه يا فندم؟ حضرتك انا يعني شغال عندنا في مكاننا في 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 عندنا يعني في البيت. يعني عندك في البيت يعني بتشتغل؟ يعني شغلي داخلي في الفلاح وكده يعني. ايوه يعني بتمسك الفاس. والشرشره والبتاع والكلام ده مش كده؟ طيب بتشتغل ده ايدك اليمين اللي فيها الالم؟ ايدي اليمين اللي فيها الالم. طب اما جيت في العيد ولا في اي حاجه كده وقعدت بعيد عن الفلاحه شويه ايدك اتحسنت؟ لا ما بتتحسنش. حتى ما بتبطل شغل ما بتتحسنش؟ لا ما بتتحسنش. لا طب مع حركه الصباع بس ولا الالم موجود على طول ولا بيزيد؟ لا. مع حركه الصباع بيزيد مع حركه الصباع لو انا بحركه او بتك عليه او كده. طيب يا سيدي. او بعمل حاجه او كده. عملت اي عملت اي تحليل تحاليل دم او حاجه؟ لا ما عملتش اي تحليل ولا اي حاجه. طب الف سلام عليك. الف سلام. مع السلامه. في حد تاني يا قص؟ في الحاجة سميحة. سلام عليكم. حاجة سميحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. اتفضلي. ألو. اتفضلي حاجة سميحة الدكتور معاكي. طيب لو سمحت يا دكتور والله أنا بنعاني من السكر. أنا بنعاني من السكر من النوع الثاني. وعندي الغده اللي هي بتخن دي فالسكر ساعات بيوصل ل 220 120 صايم حاجه زي كده وبنعاني من الخشونه. وانا حاليا دلوقتي مبطله ان انا ناخد علاج الغده لما زهقت لانها حسيت ان هي تعبت اعصابي. يعني بقيتي تتنرفزي يعني؟ نعم. يعني بقيتي تتضايقي وتتنرفزي؟ لا مش نتنرفز يعني نحس ان انا بتنميل في ايديا اليمين. طيب. بالذات مع ورك اليمين وحللت كان عندي نقرس مرتفع. سنك كم سنه حضرتك؟ انا سني 58 سنه. 58. والغده عندك نقص افراز الغده الدرقيه صح؟ وكنت ماشي على الالتروكسين قد ايه؟ نعم. دواء الغده كنت بتاخدي كام حبايه في اليوم؟ كنت بناخد حبايه ومره حبايه ونص ومره حبايه واحده. اخر مره وزنت نفسك الوزن زاد بعدها ولا ما؟ الوزن يعني بين 95 ل 100 كده. طب بعد ما انت موقفه علاج الغده بقاله قد ايه؟ بقاله 15 يوم. وبعد ما وقفتيه الاعصاب اتحسنت صح؟ طيب انت عندك سكر مش كده؟ عندي سكر من النوع الثاني. الصايم كام؟ نعم. تحليل الصايم السكر الصايم يعني ساعات يعمل 120 130 حاجه زي كده. واللي بعد الاكل انت قلت 200 وحاجه؟ 220 يبقى 220. اوكي يعني احنا وتنميل وخذلان وحرقان ده اللي انت بتقولي عليه الاعصاب تعبانه ولا حاجه ثانيه؟ والله عنده خشونه جامده في ركبتي. لا ما قلتش كده. لا مش ده اللي بسال عليه. انا حللت نقرس قال لي النقرس عالي. ما بعرفش انا كلمه عالي انا بعرف رقم.
نعم. حضرتك تقولي لي رقم، طلع النقرس كام؟ والله ما مش فاكره بصراحه التعليق. التحليل عندي في الاوضه الثانيه، بس انا اتعالجت منه يعني خاف، بس حاليا برضو الخشونه في ركبتي الاثنين انا بنعاني منها جامد. خلينا بس ناخد الحقنه اللي هي كل 15 يوم بتاعه سرعه الترسيب. طيب دلوقتي حضرتك في تنميل او خدلان او حرقان في رجليك او في ايديك؟ فيه بسيط. طيب الف سلامه. شكرا. طيب احنا لسه برضو معنا محمد على الانتظار. عندنا الاول كان الاستاذ سمير اللي هو الصابع اليمين الوسطاني ال 48 ساعه، اعتقد انه له علاقه باستعمال اليد نفسها. اليد هو لو جاب رباط ضغط والمده 15 يوم رابط المنطقه دي كويس وشدها كويس، وهياخد حاجه زي مثلا بروفين 400 مللي جرام حبايه بعد الغداء كل يوم لمده 15 يوم، ما يكررهاش اكتر من كده، وهيبقى كويس. ما بعدين يوقف وبعد شهر في راحة لو شوية. رجع التاني يكلمنا، لان ممكن ندي نوع تاني من الادويه عشان ما نقومش عليه الدنيا بحالها. تمام. دي طبعا معطر يعني، دي كلها مفاصل يا اسامه اكيد من استخدام فاس بالنسبه للسيده حاجه سميحه. قالت السكر يعني معقول قوي الصايم 220 و120 120 معقول. تمام. لكن اللي بعد الاكل 220 ده عالي عالي شويه. وقالت ان عندها الغده الدرقيه اللي هي بتاعت السمنه، وقفت العلاج لمده 15 يوم، ومع توقيف العلاج بدات الاعصاب على حد قولها اتحسنت. تمام. هو لان اتحسنت لان الجسم ما بقاش يستوعب او ما بقاش عنده الحساسيه المطلوبه للشعور بحقيقته، وده غلط. هي وقفته 15 يوم، انت فكرك عشان هو ساعات ادويه الغده الدرقيه تعمل اعراض يعني تجيب صداع، تسبب تنميل، تعمل حساسيه كمان وهرش، تسد النفس، تسقط الشعر، ده ادويه الغده الدرقيه اللي بنديها. ولكن هذا لا يعني احنا نوقفه خالص، لو كان التشخيص بتاعها كان سليم من الاساس وكان في نقص لافراز الغده الدرقيه، انا انصحها ترجع على نص الجرعه. يعني لو كانت بتاخد مثلا حبايه تبقى نص، لو حبايه ونص تبقى حبايه، ولكن ما توقفوش. هتقول لي طيب ال 15 يوم لسه الدواء في جسمها، على فكره يعني احنا اما نوقف علاج الغده الدرقيه سواء زياده افراز او نقص افراز، فبيكون الدواء له تاثير مستمر بعد ايقاف الدواء مش اقل من 6 اسابيع. يعني موقفاه دلوقتي سيادتك بقى لها 15 يوم، هو شغال، اللي خدته متراكم جوه جسمها، لان هو بيمسك في مناطق في الجسم او مناطق جوه الدم داخل الدم اللي هو البروتينات الدم، انواع معينه من البروتين الدم بتلتصق بيها الادويه عشان تفك منها يا حسام تقعد فتره، تقعد مده. فهنا تاثيرها شغال، احنا زي ما اتفقنا ان شاء الله ده هيكون. بالنسبه بقى للخشونه كده ما اعتقدش لها علاج بعيد، ولكن احنا ممكن ناخد فلدين فلاش حباية تحت اللسان أو فوق اللسان قبل الغداء مرة واحدة كفاية على عشان سنها لمدة مثلا 3 أسابيع. ده عشان الخشونة. ده عشان الخشونة، وفي نفس الوقت السكر بقى له كلام عشان بس احنا كده طولنا عليها يعني. خلاص احنا معنا على الانتظار برضو أم أحمد ومدام منى. ناخد أم أحمد الأول. سلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم أحمد، اتفضلي. أنا معايا ابني 6 سنين وبيعمل جول على نفسه مرضى في الليل يعني. بيعمل بالليل وهو نايم ولا الصبح يا ام احمد؟ لا بالليل وهو نايم. لكن الصبح كويس قوي، بيخش الحمام ويروح وبيجي. طيب انت عايز اسال بس يعني، طب بعد اذنك بس كل يوم كل يوم بيعمل كل يوم؟ مره مره يعني، بس مش بيعمل بسيط يعني، مرات بسيطه. لا ما اقصدش يعني، لو احنا مثلا 10 ايام بيعمل فيهم كم مرة على نفسه بالليل وهو نايم؟ بيعمل فيهم يعني 9 مرات وهو اليوم العاشر يعني حين المرات بتعمل. يعني اذا حضرتك بيعمل كل يوم تقريبا على نفسه بالليل وهو نايم. مرتين. في الصيف زي الشتاء؟ لا في الصيف اختلف شوية يعني. قلت حضرتك مرتين بيعمل في اليوم وهو نايم؟ يعني انت حضرتك تصحيه بعد ما بيعمل ويخش الحمام وبعدين يرجع ينام يعمل تاني؟ لا مش بصحيه يعني، انا برجع اعملها على نفسه كده واول الليل وبعد كده
طيب بالنهار بيشرب ميه كتير او بيتبول كتير؟ بيتبول كتير في النهار. انت حاسه ان كميه حاسها كتيره، كميه البول كبيره. وبيعطش كتير يا حضرتك؟ بيعطش كتير؟ مش باخد بالي والله، بس هو بيشرب ميه كتيره يعني. حتى في الشتاء ده بيشرب ميه كتير؟ طيب شكرا جزيلا، الف سلامه. شكرا. ناخد مدام منى. طبعا. مدام منى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. ازيك؟ ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا مدام منى، معاك الدكتور. لو سمحت يا دكتور، انا لسه سامع حضرتك دلوقتي وانت بترد على متصله بتقول ان رجلها ورمه اليمين. انا رجلي الشمال ورمه على طول وحمراء. طب لا يعني هي حضرتك الورم ثابت ما بيقلش ولا بيزيد؟ لا الورم ثابت على طول ما بيقلش. لا انا كشفة من كام يوم وانا عندي السكر يا دكتور. سنك كم سنه يا فندم؟ انا عندي 55 سنه. يعني وزنك قد ايه؟ وزني 128 كيلو. يعني الرجل الشمال هي محمره شويه ومورمه. ايوه يا دكتور. بتنامي اكتر؟ وانا عندي السكر وباخد اماجلوسكين. طيب حضرتك الرجل المورمه دي محمره؟ ايوه يا دكتور. سخنه سخنه؟ لا ده انا بحس ببروده في رجلي الاثنين. ما البرودة دي حاجة تانية مهمة برضو، كويس انك فكرتيني. ولكن انا بحس بسقعة في رجلي على طول، رجلي الاثنين. ده طول عمرك ولا اليومين دول بس؟ لا اليومين دول من ساعة ما جالي السكر. هو السكر لسه جاي لي قريب على فكرة يا دكتور، بس برضو سؤالي لسه ما جاوبتيش عليه. لو ما بتحط اما بتحط ايدك على رجلك اللي هي الشمال بتلاقيها نفس برودة رجلك اليمين؟ ايوه هما الاثنين ورمين. لا هما الاثنين ساقعين. يا دكتور. طيب بتنامي على جنبك اليمين ولا الشمال عاده وانت نايم؟ لا على جنب الشمال. الورم ده ثابت على طول الصبح وبالليل وكده؟ ايوه يا دكتور. وشك بيورم الصبح وانت قايمه من النوم؟ بيورم؟ يعني بتلاقي عينيكي كده مورمه شويه؟ ممكن ساعات يا دكتور. طيب الف سلامه. شكرا. بالنسبه للمتصله الاولى ذكرني. محمد ابنها بيتبول ليلا. شوف يا حسام، مرتين في اليوم احنا عندنا هنا حاجه من اثنين او ثلاثه. ممكن يكون دي ناحيه عصبيه عند الولد، يعني بيضربوه او بيهنوه بعد ما بيعمل على نفسه، فبيخش في دايره مفرغه من الضغط العصبي الشديد. تمام. فهنا خلينا في البسيطه دي. هنا بنحاول ان احنا بنحفزه ان ياخد مكافاه اما ما يعملش على نفسه. يعني يا حبيبي مش عارف ان شاء الله النهارده معايا كده برافو، وتجيب له حاجه هو عايزها. واخد بال حضرتك؟ تمام. في مقتدر يعني المسموح يعني. وفي الحاله دي بنقول بعد صلاه قبل ما ينام بحوالي 4-5 ساعات ممنوع يشرب ميه تماما. اول ما بيخش على قبل ما يخش الحمام لازم، قبل ما يخش السرير او ما يخش ينام يعني، لازم ندخله الحمام. تمام. دي الحاجة البسيطة اللي هتجيب نتيجة. طيب الحاجات الغير بسيطة، لو احنا قلنا ده حاجة اسمها نوكتورنال اليوريسيس اللي هو البول الليلي يعني، او التبول اللا ارادي الليلي، فبنخاف من حاجة اسمها سباينا بيفيدا موجودة في الفقرات القطنية، ان بيكون في عيب في فقرة من الفقرات دي، فالجهاز العصبي الذي يحدد آلية التبول وعدم ان البول يسبقنا او ان احنا ما نقدرش نمسكه بيبقى في مشكله. في الحاله دي بنعمل اشعه عاديه على الفقرات القطنيه والعجزيه. تمام. لو احنا يعني هتعمل الاول ما ينفعش تعمل ده. ممتاز. طيب ثالث حاجه اللي احنا ممكن حضرتك نفكر فيها، انه يكون عنده افراز بول عالي جدا في السن ده، وده شائع، وهي هنا ادت بعض العلامات التي تؤكد ان هناك او تبين او تجسنج يعني ايه؟ يخمن او تخمن او احنا نخمن ان عندها المرض اللي انا بقول ده. وهنا ان الطفل بيشرب ميه كتير ويعطش بسرعه ويتبول كتير، هي قالت بيخش حمام كتير، احنا واخدين على كلامها. هنا بيكون في نقص افراز هرمون الميه.
انتي ديوريتيك هرمون، ده بيطلع من الغده النخاميه الهرمون ده، والهرمون ده اللي محافظ لنا على ميتنا في الجسم. لو بيقل ممكن سيادتك تتلاشى خلال 8 ساعات. تمام. ليه يا اسامه؟ اتفضل يا دكتور. الكلى بتنزل في اليوم حوالي 150 لتر ميه. يا اللي بيمصهم بقى الانتي ديوريتيك هرمون 150 لتر. يمص منهم كام؟ يرجعهم تاني للجسم 148.5 لتر. ياه. وينزل لتر ونص. ما بيسيبش غير لترين او لتر ونص. الله يفتح عليك. فالاندريتيك هرمون ده لو نقص انت وانا هنختفي. لان هننزل البول بتاعنا، هننزل جسمنا وفعلا ده اللي بيحصل طبعا. ولذلك لازم نقعد نشرب ميه كتير. فهو هنا الولد الطفل هنعرفه ازاي بقى؟ الكلام العملي كده اللي هو بتاع البيع والشراء. اتفضل. امه هتقيس له كميه البول اللي بينزلها طول النهار. يجيبها تجيب حضرتك ازازه مثلا حاجه بلاستيك كده 2 لتر، ومن اول ما يصحى لحد ما يجي ينام تشوف كميه البول اللي جابها وكميه الميه اللي بيشربها. مش مهم اللي يشربها، هو كميه البول. تمام. بعدين دي مرحله تانية. لو لقيناه مثلا في السن ده ولد صغير وزنه مثلا حضرتك سته ابتدائي هيكون مثلا 20 كيلو او اقل، ممكن خبر على 22 حاجه كده يعني، سته ابتدائي يعني قلت ست سنين حاجه كده. لا ده 14 18 20 بالكثير. المفروض مثلا هيجيب 500 جرام 500 سنتي في اليوم 700. لو لقيته يعني لتر الا ربع نص لتر هذا مقبول، مفيش مشكلة. أكتر من كده اتكلمنا تاني بقى، لأن هنخش في شغلات كبيرة. يبقى احنا دلوقتي أول حاجة، طب هي هتعمل إيه؟ واحد هتعمل لنا كمية البول يوميا. تمام. طلعت طبيعية 500 600 سنتي أو يعني نص لتر لتر إلا ربع في ال 24 ساعة المفروض. يبقى حضرتك ده طبيعي. نخش على المرحلة التانية، تروح عاملة اللي أنا قلت عليه. تمام. واحد تقول له طول النهار يمسك البول كويس، وهو عاوز يخش حمام تقول له يا حبيبي خليك ماسك البول. ماذا همسك يا حبيبي البول؟ ليه؟ بنعود العضله بتاعه مسك البول انها تعمل شغل تمرينات للعضله، تمرينات للعضله. اما يبقى خلاص خش يا حبيبي الجاي حاولت خلاص طول النهار. نيجي بالليل ما بعد قبل النوم باربع خمس ساعات لا ياخد ما يشربش ميه خالص، ولا شاي ولا قهوه ولا الكلام ده. طبعا ده طفل، ولا ياخد بقى عصير ولا الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده ابدا. اول ما يجي يخش الحمام قبل ما ينام يخش الحمام يفضل. لو احنا متعودين ما فيش مانع ان بعد 3 ساعات اصحيه يخش الحمام تاني. ممكن. خلي بالك في ولاد بيتاخر شويه ان المثانه تمسك نفسها لحد مثلا سن 9 سنين عادي، بس ما يبقاش كل يوم. كل يوم يبقى يعني في الايام يعني. البرد قوي غلط وشرب ميه كتير، دخل في حلم عميق، واخبار حضرتك ما تغطاش، مش بهزر، بس مش يوميا. ليه ما بيتغطاش؟ بيحلم وبيجيله البول يتبول على نفسه. لان حضرتك اما بيكون في جو زي اللي احنا فيه ده والغطا وقع من عليك ولا عليا، الدم بيخش جوه على حوالين الانسجه عشان يدفيها. بروده مفاجاه؟ لا عادي خالص، هو نايم بس الغطا وقع. تمام. انت جسم سيادتك دلوقتي اللي هم كده الاحشاء والقلب والرئتين وكده والكليتين ما يبردوش، مشكله. صح. فالدم كله بيخرج من الجلد ويخش يبقى حوالين الامعاء والمصارين والكليتين منهم، فكمية الدم اللي راح للكلى هتزيد، بدل ما تعمل بول 500 تعمل 2000 وهو نايم. يا ساتر. فبالتالي يا اما يخش لو كبير وقادر ماسك، طفل يعمل على نفسه. تمام. وازاي اقول لك انت استهويت بالليل؟ كلام علمي على فكره. صح. بيقول لك اما يستهوى يعمل على نفسه. يعمل الواد استهوى. كلام مظبوط. علمي صرف. في عندنا حالة تانية ما قدرناش عليها. في مدام منى. كانت قالت ايه؟ اللي هي الرجل بروده في الرجل ورجل الشمال ورمه وعندها سكر و 128 كيلو وسكر مش من فتره بعيده. بص يا فندم، هي كمان بتنام على جنبها الشمال لو خدت بالك. ولذلك واخده الرجل الشمال. تمام. احمرار القدمين، احمرار قدمين ولا سيما او قدم واحده في مرضى السكر، تمام، من غير حراره مرتفعه تساوي اضطراب في الاعصاب اللي ضحكتك كده مريبه.
هو اصل هو مبشرني دقيقه بدقيقه يعني. ده حاجات بس لا 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 معلومات دي ما اقدرش اقطعها. ده حاجات غازيه ضحكات مريبات. انا 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 فاصل الودن دي مركز مع ما فيهاش السماعه يعني. هو احنا كنا لا لا لسه في. فهو احمرار حضرتك القدمين في مرضى السكر او احيانا غير السكر من غير ارتفاع حرارتهم في فتره طويله يعني, ما يكونش بقالنا اسبوع اسبوع تبقى جلطه ونخاف. اكيد اسبوع يا جلطه مع احمرار يا التهاب خلوي, والاثنين اسوا من بعض الحقيقه, بياخدوا فتره طويله قوي علاج طويل. لكن احمرار بس وثابت او بيروح ويجي والكلام ده, ممكن اضطراب في توارد الدم وانتشار الدم في منطقه الجلد بتاعت القدم. طب ايه سببها؟ سببها ان الاسلاك اللي موصله الاشارات للاوعيه الدمويه انها تشتغل مظبوط فيها خلل, فيها تقطيع. ايه اللي بيقطعها؟ السكر. السلوك دي حدوث السكر بتبقى, عارف انت بكون سيرك متعري, عارف اما ياخد اشارات من بره ويقعد يوشوش يشوه الاشارات الكهربيه اللي داخله على الاوعيه الدمويه, فشويه تفتح غلط تحمر, شويه تفتح غلط تقفل غلط تصفر, شويه تفضل قافله تزرق. هذا كله تشويش للاوعيه الدمويه نتيجه لان الاسلاك اللي موصله لها اسلاك الاوعاء الدموي ده اللي هو الدم اللي بيمشي في الاوعيه الدمويه دي مش منها نفسها, ده في جهاز مركزي سبحان الخلاق العظيم بيحدد فترات افتتاح هذه الأوعية الدموية وقد قفلها. احنا قربنا؟ لا لا لسه لسه دكتور. طيب يعني اديك مثال, عارف انت وانت قاعد كده, طيب انت عارف وانت قاعد كده أوعية دموية قد ايه اللي شغالة من سيادتك فاتحة والباقي قافل؟ 70% قافل. 70% قافل؟ ودول بيفتحوا امتى؟ بيتبادلوا. يعني انا ايدي دي فيها مثلا قول مليون وعاء دموي, شعيرة دموية, اللي فاتح فيهم 300,000 وفي 700,000 قافلين. قافلين ليه؟ لان لو فتح جسمي كله مره واحده الخمسة لتر دم مش هيكفوا, وده اللي بيعمل الصدمه الله. العصبيه وانخفاض ضغط الدم في الناس اللي واقفين يروح واقع, انه كل ده بيفتح مره واحده فتح خلاص يعمل صدمه عصبيه والضغط يبقى صفر. فرب العزه تفتح وتقفل تفتح وتقفل, جسمك شغال كله كده, واخد بال حضرتك, يبدل سبحان الله. والاماكن اللي محتاجه محتاجه دم اكتر واكسجين تفتح لها الاول لحد ما تاخد كفايتها العضله, وبعدين تروح فاتحه للحته الثانيه اللي بعد. هات الاتصالين عشان طيب. ان شاء الله ناخد في ام مصطفى واستاذ خالد. ناخد ام مصطفى الاول. سلام عليكم. قلت لها علاج ولا لا الاول؟ الست بتاعت الورم في الرجلين. لا ما قلناش علاج. لا طب هي هتاخد هي كمان عشان الوزن كمان 128. لا ما هو الوزن برضه, الوزن هنا حضرتك بيساعد ان يبقى في ضيق في بعض الاورده, فهي لازم تخس. ومش عارف انا علاج السكر بتاعها صح ولا غلط, ولكن عموما هي خدت مدرر بور خفيف زي مثلا لازيلاكتون حبايه يوم بعد يوم, ممكن يظبط لها الامور دي ان شاء الله. تمام ان شاء الله. طيب نبتدي بام مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم وسلام على الدكتور سعد. اهلا بك يا فندم. ربنا يكرمك. اهلا وسهلا بيكي. السلام عليكم يا دكتور سعد. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور سعد, حضرتك بتتكلم عن الجلطات كده, طب في المطلق يا دكتور سعد انت بتتكلم عن سيادتك على الجلطات المزمنه ازاي؟ انا كمواطن عادي او ناس عاديين اعرف ان في جلطه مزمنه, وحضرتك هل بتنصح ان بعد سن الخمسين, احنا طبعا عدينا سن الخمسين, ان احنا نستمر على العلاج في الاسبوسيد او كده بصفه مستمره لينا مثلا بصفه يوميه, ولا ده غلط برضو على الصحه؟ وتنصح بيه لمين, لمرضى ايه, وما تنصحش بيه لمرضى ايه؟ وانا اعرف ازاي ان فعلا في ممكن في جلطه, وانا ممكن ما كنتش حاساها او عارفاها, وحضرتك بتقول ان دي ممكن تكون جلطه مزمنه واحنا بنتحرك بيها عادي. طب في المطلق الناس العاديين يعرفوها ازاي؟ معلش في سؤال تاني بعد اذن حضرتك صغير خالص برضه عشان وقت سيادتك. دكتور سعد انا بالاسبوع اللي فات حسيت بألم شديد في العنق من ورا, الم كده ولدرجه مش قادر احرك ظهر. الالم ده تاني يوم لقيته نزل في نص دراعي الشمال, وخدت الحمد لله مسكنات كده شويه, بس لقيت بقى حضرتك بعدها صباعي الابهام بتاع منمل قوي, والالم الحمد لله رب العالمين خف شويه, بس بصيت فيه تنميل بقى في الابهام ايدي الشمال.
صباع الابهام في ايدي الشمال اللي هو منمل، حاسه بيه بتنمير. شكرا لسيادتك وشكرا لوقتك. العفو. شكرا شكرا مصطفى. طيب ناخد استاذ خالد. استاذ خالد لسه موجود ولا؟ طيب أسئلة استاذ خالد فصل. طيب ومعنا هنرد على ام مصطفى وشكرا. هي اسئلتها جميله الحقيقه. تمام. وكمان التسلسل النمطي للحوار سريع بيخلي الواحد يركز، والخط كان كويس. لا حضرتك اسئله جميله جدا. يعني هو بتقول الاول نبدا بالاسبوسيد او الاسبرين اللي انا من الجلطه المزمنه. هو ده وقائي، يعني وقائي وليس علاجي. تمام. يعني هل احنا حضرتك الاسبرين ده كفايه لواحد جاله قبل كده جلطه لا قدر الله في المخ او في القلب او في الساقين؟ ليس خالص، مش واش حاجه. اكيد بنديه معاه ادويه تانية، ادويه بقى مسيلات للدم. ده مانع حضرتك لكرات للصفائح الدمويه انها تتراكم وتعمل جلطه. دي بتبقى الاسبرينه ده؟ ايوه. ولا في دواء معين؟ هو ده، وفي حاجات تانيه غيرها. تمام. بينما انا لو حصل ده قلنا ايه؟ وقايه لمن لم يحدث له. اللي هو بياخدها يعني طبيعي وبياخدها. تمام. لكن حدث له جلطه في القلب، جلطه في المخ، جلطه في الساقين، لا لا ده وضع تاني خالص. خالص بقى. هندي مسيلات للدم. طيب ماشي. اكيد. طب ازاي المزمنه؟ المزمنه حضرتك لها اعراض، ما فيهاش اعراض. تمام. لان الجلطه اللي هي هتكون تؤثر علينا في ازمان لازم يبقى في تورم في القدم. تمام. ممكن التورم ده بيروح مع رفع الرجل او كده، خبال حضرتك. ممكن يبقى في الم في السمانه. تمام. لازم يبقى في زرقان او احمرار في الرجل، وعاده بيكون زرقان اكتر. لو هو مزمنه اكتر يبقى في دوالي في الساقين او يطلع. تمام. العروق اللي موجوده فيها. هي سألتنا عشان الألم، ألم ال 30 ثانية اللي هو عشان هي ألم، هي أنا ألم في العنق بحترم اللي بيأثر على الظهر والذراع الشمال. هي قالتها إن هو حضرتك في فقرات العنقية لازم نامت غلط أو عملت حاجة وضغطت على العصب اللي موجود. لو هي الدواء اللي جاب لها مثلا تاخد مثلا حاجة زي مثلا بروفين، يعني 400 ملي جرام حباية كل يوم لمدة أسبوع ولا حاجة، لو استمر الألم ده يبقى ممكن تلبس حضرتك رقبة اللي هي بتتباع في الصيدليه لمده 10 ايام، تفك شويه التنشن عن الرقبه. في حضرتك بيبقى في بعض تخش على النت وتقرا او تتفرج على تمارين تقويض عضلات الرقبه حتى لا تؤثر على الاعصاب الطرفيه. لو استمر يبقى هنعمل فحص كهربي للاعصاب التي تغذي الذراع الايسر. تمام. دكتور محمد اشكرك. العفو يا فندم. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلتوري ميديسن. نشكركم لحسن المشاهدة والمتابعة، ونشكر السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدة الصماء. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف مستعجل وما فيش عندنا شيء.